يعود التوتر وإن لم يغب بين أمريكا والصين ليكون أكثر وضوحاً هذه المرة، ويبدو أنه أقوى من أي محاولات لاحتوائه أو تحجيمه عقب إرجاء زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين كانت مقررة يوم الجمعة الماضية. صحيفة وول ستريت جورنال أكدت أن العلاقات متوترة أساساً بين الجانبين لعدة أسباب، من بينها تقديم بكين للتكنولوجيا التي يحتاجها الجيش الروسي لمواصلة حربه في أوكرانيا، مضيفة أن المنطاد الصيني الذي رصدته الولايات المتحدة في أجوائها ليس سوى القادح الذي أشعل الشرارة بين الجانبين. اكتشاف المنطاد الصيني جاء عقب تقديم تقرير سري إلى الكونغرس بشأن تسجيل حادثتين مرتبطتين بمراقبة جوية تقوم بها قوة منافسة وتستخدم فيها تقنية متطورة وغير معروفة بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، مضيفة أن الحوادث المسجلة تضمنت مناطيد وطائرات مسيرة، وأن مسؤولين أمريكيين رجحوا أن تكون الصين هي الجهة التي تقوم بهذا العمل. هي معطيات تدحض ربما الرواية الصينية حول الظروف القاهرة التي تسببت بجنوح المنطاد نحو الأجواء الأمريكية، ويرى مراقبون في هذا الصدد أن لبكين مآرب أخرى، منها التأثير على الأمريكيين وترسيخ مشاعر الإهانة وانعدام الأمن بحسب صحيفة واشنطن بوست. الحادثة أثارت غضب عدد من المشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ووصلت ببعض النواب إلى إصدار بيان يحذر مما وصفوه اختراق الحزب الشيوعي الصيني أجواء أمريكا متى ما شاء، مؤكدين أن المبادرات الدبلوماسية الأخيرة للصين لا تمثل تغيرا جوهريا في السياسة، وأن تهديد بكين لا يقتصر على الشواطئ البعيدة فقط بحسب واشنطن بوست.